وحيد موجود معانا الآن خلال الخمس سنوات الأخيرة. خلينا بس الخمس سنوات الأخيرة، الأندية الكبيرة وين إنتاجها في اللاعبين؟ ما في لا إنتاج. ليش؟ لأنهم يشترون أصلاً. لا في إنتاج. كلهم تجميع. يمكن ما يأخذون الفرصة. كابتن حمد في إنتاج. هم يجمعوا، مشكلتهم يبغون بطولات. ما عندهم خطة استراتيجية مستقبلية. ما عندهم نفس. لما تيجي مثلاً لما تيجي للهلال والنصر، النصر العام الماضي محقق كل البطولات في الفئات السنية. قل لي الآن في السنة هذه لاعب واحد يلعب في الهلال في النصر من الفئات السنية. في أضف إلى ذلك كل الفرق، وحتى لو قلنا في دكتور يقول موجود، يمكن دكتور يقول موجود، يمكن يتذكر مباراة قبل ثلاثة أيام الكلاسيكو. لا يعني أسماء جديدة. معليش اليوم إحنا لما تجلس تتكلم أفضل لاعب سعودي الآن مين؟ فهد المولد. طيب هذا له ست سنين. فهد المولد لعب في كأس العالم في كولومبيا صح؟ ايه؟ مع الكابتن قروني. صحيح. وكان يلعب أساسي في الاتحاد وهو متدرج من الفئات السنية. فإذا بنتكلم عن الخمس سنوات الماضية فيه، لكن هل احنا بنعطيهم ثقة ولا لا؟ عندك مصطفى بصاص، عبد الرحمن الغامدي، ياسر الشهراني هو ما تدرج من الفئات السنية للهلال، جاء من الفئات السنية القادسية. ولكن الفئات السنية بتنجب لاعبين. اليوم اللي صار في كأس هو العالم، انه مشكلة الكابتن حمد يقول انه الادارات عندنا هي ادارات اصلا وقتية، تجي سنة وسنتين وثلاث ويدوب بس تبغى تخلص، فبالتالي تجيب اللاعب الجاهز. ما عنده فرصه الكلاسيكو الاخير، مباراه الكلاسيكو الاخير عبد العزيز العرياني، عندك فهد، وعندك سميري خالد، كلهم اعمارهم 19 سنه. فاليوم حسب النادي هي ثقافه الاداره او رغبه الاداره في التجديد. طيب ومدى قبولها الانتقاد الجماهير. بعض الادارات تخاف من نقد الجماهير. جميل. هذا موضوع يعني يطول، هذه يبغى له حلقه لحاله. موضوع مساله اعطاء الفرص. عندي بس اضافه بخصوص اليابان. اليوم مباراه اليوم هذه هي انتهت بخيرها وشرها، ولكن يجب ان تكون هي حافز لنا المنتخب الاول. نعرف منتخبنا نهايه الاسبوع بيسافر اليابان. صحيح. عندنا لقاء مع منتخب الياباني نوفمبر. اذا كان كابتن حمد قال احنا عندنا المهاره، متى ما حضرت الروح والقتاليه امام اليابان، أنا واثق تماماً حنفوز على اليابان إن شاء الله على أرضهم إن شاء الله.